إذن مرة أخرى مشابهنا الكرام، مرحبا بكم دائما من شارع قدس وعناصر ديال عناصر الأمن الوطني بمنطقة عين شق، ولاية ديال عين شق. أكيد عمل كبير كيف ما كتشاهدوا معنا من أجل تسريح عملية المرور. كذلك كنعرفوا أنه اليوم الوطني للسلامة الطرقية، دائما ما كنبغيو نقولوا كل الشكر لهاد الناس هادو اللي كيقوموا بعمل كبير. علاش؟ لحقاش بفضل هاد الناس كيف ما قلنا ولينا الحمد لله كنشوفوا ان عدد ديال الحوادث السير كينزل. خاص ضروري المعاونه ديال كاع الناس المواطنين السائقين باش انه ان شاء الله نحبسوا من هاد الشيء ديال حوادث السير ونشوفوا ان شاء الله شوارع بدون حوادث. يا ربي. اكيد متابعينا الكرام كيف ما قلنا اليوم الوطني للسلامه الطرقيه، استنفار امني كبير هنا كاين في شارع القدس. ناس ديال عناصر الامن الوطني كيف ما قلنا فهم يعني بصدد التوعيه كذلك ديال المواطنين انهم يقطعوا باساج بيطون، ان كذلك يسهلوا العمليه ديال المرور، يراقبوا كذلك الشوارع. اكيد كل الشكر لهاد الناس هادو كيف ما قلت قبل من هذا، اننا بفضل هاد الناس هادو ولينا كنتباهاو ما بين الدول اننا نقدروا ننظموا كبرى يعني التظاهرات سواء رياضيه او لا فنيه او لا اي حاجه. اكيد عمل كبير كيقوموا به. نتمنوا من الله ان شاء الله اننا كذلك نكملوا هذا العمل هذا، ويكون يعني التسامح بين السائقين، ويكون الترحم بيناتنا باش اننا ان شاء الله نشوفوا نشوفوا كذلك شوارع بدون حوادث ان شاء الله يا رب العالمين. اذا متابعينا الكرام كيف ما كتشاهدوا معنا حركه ديال المرور بشوارع مدينه الدار البيضاء وبالضبط من شارع القدس، حنا كنشوفوا يعني عناصر اللي كيرتبوا حتى عمليه المرور ديال الناس الراجلين، فهم كيقادوها بكل مأمن. فمشكورين هاد الناس هادو. متابعينا الكرام غادي نقسموا معكم هذا المباشر الى مباشر اخر، ومره اخرى نتمنوا من الله يا ربي ان شاء الله شوارع بدون حوادث. تبارك الله عليكم، الى اللقاء.